اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معانا فيديو جديد النهاردة، وإن شاء الله هنعمل معاكم الاستريبس وكمان الرز الريزو. كده الأكل بعد ما خلص بالشكل ده أهو، عاملة طبعا جنبه سلطة كولسلو ومخلل. هنخش بقى على الطريقة ونقول بسم الله ونبتدي معاكم. هنا طبعا معايا صدور الفراخ مقطعها شرايح، معايا معلقتين كاتشب ونص ليمونة، بيضة، معلقتين خل، والتوابل بتاعتنا توم وبودر وبصل بودر على بعض، كركم، ايوه كركم، فلفل، جنزبيل، شوية سكر وشوية ملح وشوية شطة وكمان شوية كاري. جبت هنا بولة فاضية وهنزل عليها بقى ودول كمان قلت شوية مية، هنحط المية كده. هكسر البيضة وانزل على المية اللي في البولة، الشكل ده كده. وكمان هنزل بالتوابل، والخل، هنا عصر نص الليمونة، وهنزل كمان بالكاتشب. هديلهم اول تقليبة مع بعض. هنزل عليهم معلقتين الكاتشب، وكمان معايا معلقتين دقيق عشان يمسكوا لي، ما يبقاش الخليط كله مية، فمعلقتين الدقيق دول هيجمدوا لي الخليط شوية. هنقلبهم كويس، قلبناهم بالشكل ده كده، وهنزل بقى بقطع الفراخ اللي معايا بالشكل ده كده. هنقلبهم بقى في بعض ونركنهم لحد ما نشوف هنعمل ايه، يعني على الاقل كده ساعتين، نسيبهم في التتبيلة دي ساعتين. هنركنهم بقى ونشوف هنعمل ايه تاني. هنا جبت حلة على النار بالشكل ده وحطيت فيها معلقتين زيت، معايا هنا التوابل اللي هحطها، مكعب مرقة ماجي وشوية كمون وشطة وملح وفلفل اللي انت حابة تحطيه بقى. تمام، بالشكل ده كده حطيتهم على الزيت. طبعا انا حاطه مكعب ماجي واحد لان انا عامله كميه صغيره، لو هتكتروا بقى تكتروا كميه الماجي. معايا هنا الرز، هنزل كده بالرز واديله تشويحه برضو مع التوابل اللي انا حطيتها.
بالشكل ده كده. طبعا المفروض احط معلقة العسل اول، فانا نسيتها، حطيتها على الرز. طيب برضو عادي مفيش مشكلة، معلقة عسل اسود. وكمان هنزل معايا بصلة صغيرة هشوحها برضو معايا بالشكل ده كده. دي معلقة صويا صوص، هقلبهم كده مع بعض. وكمان هنزل بالبصلة، بصلة صغيرة خالص ومقطعة ناعم، واقوم نازلة عليها كده على الرز ونديها تقليبة مع بعضها. لا اله الا الله. هنشوحهم جامد مع بعض، وبعد كده هنزل عليهم بالمية. بالشكل ده كده التوابل بقى هي اللي بتديله اللون والطعم، بتخليه بالشكل ده كده. هنغطي عليه ونشوف هنعمل ايه تاني. هنا بقى انا نقلته على عين صغيرة، وطبعا الفراخ قعدت معايا في التتبيلة ساعتين قبل ما اطبخ الرز طبعا. وبعدين هنا جبت الدقيق اللي انا هحطه هتبل فيه، شوية ملح صغيرين على الدقيق بالشكل ده كده. وشوية فلفل. وشوية كركم. هنزل بقى بقطع الفراخ بتاعتي بالشكل ده كده. طبعا هي مش محتاجة ان هي تطلع من الدقيق تتحط في حاجة تانية. انا عاملة التتبيلة مرة واحدة وحطيتها فيها، وبعدين هعملها في الدقيق، من الدقيق على الزيت على طول. اهي عاملاها بالشكل ده كده. هننزل بقى في الزيت. على نار متوسطة طبعا علشان تستوي وما تتحرقش. هنا بقلبها بالشكل ده كده. طبعا كملت الكمية التانية، عملتها بالدقيق وحطيتها برضو جنبها. ولا بتفك ولا حاجة خالص. ما نطلعهاش بقى على مناديل، هنطلعها على شبكة او مصفى علشان تفضل ناشفة بالشكل ده كده. هطلعها طبعا في مصفى وهحط الكمية التانية يعني
بالشكل ده كده. بجد جربوها بالطريقة دي، جميلة جدا. هنحط بقى مقية الكمية بتاعتنا، هنخلص الكمية بقى ومعاكم، وان شاء الله نوريكم الاكل بعد ما يخلص. دهن الاكل بعد ما خلص وغرفته بالشكل ده كده، وعملت حط على الرز كاتشب بالشكل ده كده مزوقه طبعا، وعاملين طبعا جنبه بقى سلطات خيار ومخلل وطبعا كولسلو، وفي توميه وحاجات طبعا حطها تانية، وسلطه خضراء بس طبعا المكان ما بكفيش. يلا ده كان الفيديو بتاعنا، يا رب نشوفكم على خير دايما، والسلام عليكم.